مشاهدينا، العالم اختار يوم ليتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهاليوم بخلينا فعليا نفكر كيف ممكن نأثر على الرأي العام العالمي ليوقف بجانب قضيتنا وحقوقنا المشروعة. تعالوا نتجول في رام الله ونسأل الناس شو رأيها بهالموضوع، وكيف ممكن نفعل أدوات التضامن يلي بين إيدينا لنوصل لليوم اللي بنحلم فيه، وهو يوم الاستقلال وإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. يلا معنا. شهر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهاليوم بخلينا نفكر كشعب فلسطيني احنا بنقدر نأثر على الرأي العام العالمي، وكيف ممكن نأثر؟ يعني ممكن، بس نبلش انه في اول اشي او النقطة الاهم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني زي ما اعتقد انه هو يوم اقره لنا الامم المتحدة، اذا في حد كان لازم ينصفنا فهو الامم المتحدة. واذا في حد من المؤسسات الدولية اللي تدعي انه هدفها حماية الانسان من بطش الانسان، واعظم مؤسسة دولية تقريبا هي الامم المتحدة بكافة اجهزتها، الامم المتحدة لليوم ما قدرت تاخذ لو قرار واحد ينصف الشعب الفلسطيني. يعني هالتضامن ممكن يكون مفيد لانه ليعرف العالم انه في شعب ما زال تحت الاحتلال. يعني تمام، ممكن يساعد، لكن اللوبيات الصهيونية في العالم دورها انه ودورها فعال اكثر من دورنا طبعا، انه هي ما تكون غطاء او تكون حجاب في وجه هذا الرسائل اللي احنا ممكن نكون ننقلها للعالم، سواء بالاعلام او بالسوشيال ميديا او حتى بصوره شخصيه من انت حكيت على السوشيال ميديا. كشباب فلسطيني كيف ممكن احنا نستغل الادوات يلي بين ايدينا لننقل الصوره الحقيقيه والواقع الحقيقي؟ اليوم بعتقد انه فيش مواطن فلسطيني بيبلغ 18 سنه وما فوق ما لهش حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. لو فكرنا نشغل على موضوع الهاشتاجات، لو فكرنا نشغل على موضوع انه في مثل هذا اليوم، لانه فيش يوم من ايامنا بصادفش تاريخ او ذكرى حادثه معينه في تاريخنا الفلسطيني. لو اشتغلنا على هذا الموضوع ممكن انه احنا نجي نفع بشكل او باخر. شو رسالتك اليوم كشاب فلسطيني للعالم؟ رسالتنا واضحه، انه انصفونا بس، مش محتاجين اي شيء ثاني. بصادف اخر الشهر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهاليوم بخلينا نفكر كيف ممكن احنا ناثر على الراي العام العالمي، شو الادوات اللي بين ايدينا كشعب فلسطيني لحتى ناثر على الراي العام العالمي، شو رايك؟ لو تحدثنا عن موضوع التاثير على المجتمعات الدوليه، في السابق كان عندنا تاثير كثير قوي، كان عندنا استخدام كثير للادوات الموجوده عندنا من خلال المؤسسات والتجمعات الشبابيه ووزاره الخارجيه الفلسطينيه. حاليا على عاتقها دور كبير في تفعيل القضية الفلسطينية على المستوى العالمي. حركة المقاطعة الدولية اللي تشتغل ضد إسرائيل لازم ندعمها ونشارك معها في جميع المحافل اللي بتشارك فيها على مستوى العالم. الضغط على المجموعات الفلسطينية اللي بتعيش في الخارج في كل دول العالم، التأثير على صناع القرار وفي تأثير على إنهاء الاحتلال وتحرير الشعب الفلسطيني في هذا اليوم. برأيك احنا كشعب فلسطيني اليوم احنا متواجدين على ارض فلسطين، شو الادوات اللي بين ايدينا، وشو رايك مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، هل لها دور في التاثير على الراي العام العالمي؟ تعتبر احد اهم الادوات حاليا الموجوده على مستوى العالم اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. لازم يكون عندنا في برامج حقيقيه، برامج اعلاميه وبرامج وطنيه تسعى الى تعزيز القضيه الفلسطينيه على مستوى العالم وتحريك الشوارع العربيه والاوروبيه تجاه القضيه الفلسطينيه. انت كشاب فلسطيني حاولت تستخدم هاي الادوات ووسائل التواصل الاجتماعي لتاثر على الراي العام العالمي، واذا استخدمتها فعليا شو بتحكي لشبابنا الفلسطيني اليوم يلي بيحكوا ما في بايدينا شيء نعمله لحتى ناثر على الراي العام العالمي؟ من اسهل الاشياء الموجوده عندنا حاليا هي صناعه المحتوى الفلسطيني. بامكاننا صنع رسائل من خلال مواد مصوره او من خلال صور او من خلال فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع مختلفه للتاثير على ضد الدعايه الاسرائيليه الكاذبه وابراز الحقيقه الفلسطينيه. احنا شعب تحت احتلال يعاني من اكثر من 70 سنه، وقدمنا الكثير على مذبحه الحريه من الشباب وخيره ابناء هاي البلد. شكرا لك، بتشوفنا على تلفزيون فلسطين وبرنامج شو رايك. يعني اخر
الشهر بيصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذا اليوم بخلينا عن جد نفكر كيف ممكن احنا ناثر على الراي العام العالمي لحتى يتذكر انه في شعب تحت احتلال، في شعب لساته ما اخذ حقوقه، لساته بيعاني من اطول احتلال. برايك يعني من خلال مسيرات، من خلال مظاهرات، من خلال الاعمال يعني النضاليه، سواء زي اليوم كل العنف او العنف، يعني اي شيء يعني بيلفت نظر العالم انه في شيء في المنطقة، مش انه الناس تكون نايمة، يعني لما يكون ناس ما حدا بيدري عننا. نعم. هذا جانب، الجانب الشعبي كمان تواصل يعني خلينا نقول المجتمع المدني مع المجتمع المدني برا على مستوى الوطن العربي، على مستوى الوطن الاسلامي، انه يكون في يعني احتكاك، في مش نواجه اللي هي هجمة التطبيع اللي قاعدة بتصير يعني، ونفهم الناس العالم برا انه التطبيع هذا يعني جريمة يعني بتحصل. نعم. خيانة وطعنة للشعب الفلسطيني في ظهره وفي قلبه، يعني كمان انه احنا في الوقت اللي احنا بنقتل فيه ونذبح فيه نستقبل فيهم في العواصم العربية ونحتضنهم. قضية ثانية نبنى على مستوى الشعبي كمان في الشعب الفلسطيني، يعني يصير تواصل يعنى عبر الفيسبوك والتويتر. نعم. كنا بدي أسألك عن هاي الوسائل. برأيك وسائل التواصل الاجتماعي في ظل هذا التطور التكنولوجي والانفتاح على العالم بيأثر على الرأي العام العالمي؟ بيأثر إذا احنا استخدمناها صح. يعني إذا شبابنا وشاباتنا اشتغلوا على الموضوع بشكل جيد ونشطوا على هذا الموضوع طبعا بيأثر. طبعا اليوم اصبحت وسيله يعني من اكبر وسائل التواصل. شو بنحكي لشبابنا اليوم لحتى يستغلوا هاي الادوات لنأثر على الرأي العام العالمي لنوصل للاستقلال؟ انه احنا بين ايدينا اليوم ادوات ما كانتش موجوده زمان. نعم. ادوات ممكن توصل فيها لاي نقطه في العالم كله. هذه ادوات تستغل جيد، ما استغلاش في مسائل اللي هي القضايا التافهه وقضايا الانشغال الفاضي، مستغل في قضايا المجتمع، في قضايا الامه، في قضايا القضيه الفلسطينيه اللي احنا يعني اصبحت شبه مهجوره وشبه حتى مهم على مستوى الشباب الفلسطيني نفسه كمان، يعني صار عنده يعني تراجع واهمال فيها. شو رسالتك للعالم في اليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني؟ رسالتي للعالم انه في ما زال في في الدوله الوحيده او الشعب الوحيد والدوله الوحيده والارض الوحيده المحتله حتى الان هي فلسطين. نعم. ما زال في الاستعمار الوحيد في العالم هو استعمار الصهيوني لفلسطين، يعني في كل العالم ما ظلش استعمار الا عندنا، وهذا اطول استعمار في تاريخ البشريه يجب ان يزول اي شكل من الاشكال. شكرا لك، شفنا على تلفزيون فلسطين وبرنامج شو رايك. شكرا لك. شكرا لكم، حياكم. شو رسالتك اليوم في يوم التضامن العالمي للعالم، شو بتحكي لهم؟ اتمنى انه العالم يلتفت لقضيتنا العادله ويلتفت لاسرانا وشهدائنا ومعاناتنا على مر سنين، واتمنى انه العالم يلتفت يعني يلتفت مزبوط لقضيتنا العادله. شكرا لك، بتشوفنا على تلفزيون فلسطين وبرنامج شو رايك. عندك سناب شات؟ كيف ممكن احنا نفعل ادوات التضامن برايك؟ يمكن ذلك بموازاة النشاط الدبلوماسي الذي يقوم به الرئيس وتقوم به وزارة الخارجية، ان يتفعل دور السفارات في هذا الاتجاه بالتواصل مع المؤسسات الرسمية والأهلية وغيرها في الدول اللي تتواجد فيها، ووضعهم في صورة المأساة الفلسطينية المستمرة منذ النكبة حتى الآن والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة، وكيف يمكن أن يتجه العالم لتنفيذ قراراته العديدة التي تتخذ يوما إثر يوم من أجل إحقاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومنح الحرية كبقية شعوب العالم. في جانب آخر يمكن ذلك بأن ننشط ونوحد جهد الجاليات الفلسطينية كل في الدولة المقيمة فيها من أجل أيضا أن تتواصل وتبني علاقات مع المؤسسات الإعلامية ومع البرلمانات ومع من يعرفونه من الحكومات ومع المؤسسات الأهلية في تلك الدول لوضعهم دائما في صورة الحق الفلسطيني المطلوب. يعني شو رأيك كمان بوسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك من تويتر، كيف ممكن هاي الأدوات نستغلها ونفعلها لصالح قضيتنا يعني؟ هذه الأدوات لابد أنه أصبحت فعالة في هذه الأيام، والغالبية العظمى من الناس تستخدمها في كل لحظة وفي كل آن، حتى الأطفال الصغار. نعم. وبالتالي يعني لا عائق هناك أمام أي أحد بأن يحاول أن يسهم بدوره في هذا الاتجاه لحشد العالم من أجل دعمه ودعم قضيته، لأنه كل منا في هذه البلاد متضرر
لفعل الاحتلال وسياسته. الفلسطينية كيف ممكن نأثر على الرأي العام العالمي؟ احنا مقاومتنا وشبابنا هي اللي بتوضح الأمور للعالم الغربي، والعالم الغربي يعلم أننا مظلومين. كيف ممكن احنا بأدوات بين ايدينا نأثر على الرأي العام العالمي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني؟ ما هي الأدوات اللي بين ايدينا؟ من وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، من التكنولوجيا الحديثة، يعني ممكن نوصل رسالتنا كشعب فلسطيني، نورجي الصورة الحقيقية للشعب المضطهد من قبل إسرائيل. اسمحي لي، التواصل الاجتماعي أو مثل ما بتقولي يعني إنه يؤثر على الدول الغربية أو العالم الغربي، هذا يعني شيء ضعيف. نعم. ولكن كما قال شهيدنا وكما قال الزعماء اللي كانوا واقفين صامدين والله رحمهم برحمته واخدهم، ما أخذ بالقوة لا يعود إلا بالقوة. فإحنا بدنا قوة. احنا تلفزيون فلسطيني، برنامج شو رأيك اليوم بنحكي عن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، برأيك بهذا اليوم كيف ممكن احنا نستغله لنأثر على الرأي العام العالمي؟ برأيك شو الأدوات اللي بين ايدينا كشعب فلسطيني لحتى نذكر العالم بانه احنا شعب ما زال تحت الاحتلال وما أخذ حقوقه؟ جرائم حرب كثيرة ارتكبت من 48 وما قبل 48 لغاية الآن. إسرائيل بتقوم بجرائم حرب كبيرة على المجتمع الفلسطيني بشكل عام. هكذا احنا دائما ابدا بنسمع في دائما بصير اجتماعات للدول العربية، وهذا عمرنا ما شفنا إشي حقيقي على أرض الواقع. شو رسالتك اليوم للعالم؟ شو تحكي للعالم اليوم يلي حدد يوم للتضامن مع شعبنا الفلسطيني؟ شو رسالتك له؟ أنا رسالة لجميع العالم إنه هاي خطوة إيجابية نوعا ما، يعني مش كتير أنا بطلع لها، هي إيجابية. إيجابياتها إنه لما أنت بتذكر العالم، العالم كل بالشعب الفلسطيني، معناتها الشعب الفلسطيني تحت ضغط. احنا بحاجة الى التكاتف الداخلي، للمصالحة الداخلية بين اقطاب الشعب الفلسطيني كافة، بعيدا عن حماس وفتح. لازم الكل يتكاتف، وهذا لانه اذا ما تكاتفنا بنضلنا مفكفكين وبنضل ينتشوا فينا. لازم تكون عندنا حملة اعلامية كبيرة، لانه بدوا الاسرائيليين يتغلغلوا الى العالم العربي والاسلامي، وهذا بضر في مصلحة الشعب الفلسطيني. لازم نكشف زيف الاحتلال، نكشف شو اللي بيعملوا الاحتلال، جرائم الاحتلال، وانه احنا واجب الأمة العربية والإسلامية اللي احنا الدرع الواقي لهم ومندافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية انهم يوقفوا معنا لجانبنا. هذا بتطلب منا حملة دعائية كبيرة، بتطلب من الشعب انه يكون واعي أكثر للإشاعات المغرضة اللي بتبتها إسرائيل بين الحين والآخر عن القيادات الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني. نتكاتف تحت ظل القيادة الفلسطينية ان نكون كلنا يد واحدة في مواجهة كل أشكال الاستعمار، أشكال النكل فينا، صفقة القرن لازم نواجهها بكل دمائنا بأرواحنا. وأنا بصور يعني اليوم عم نحكي عن كمان من الأدوات اللي بين إيدينا كشعب فلسطيني، وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر من فيسبوك. برأيك هل بنقدر نوصل صوتنا طبعا كشعب فلسطيني ونأثر على الرأي العام طبعا من خلال هاي الوسائل؟ الوسائل الاجتماعات هذه مهمة جدا، لأنه إحنا اليوم كنا عن تشات وعن الواتساب وعن الماسنجر وعن هذه نتواصل مع كل الأمم والشعوب، مع المؤسسات، مع الشعوب، الأشخاص نفسها لازم نتواصل معها من خلال هذا. هذه بتلعب دور أساسي ودور رئيسي في توعية الشعوب الأخرى وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني. برضو اللقاءات اللي بتصير سواء كانت الرياضية والشبابية في الخارج أو في الداخل، إنه إحنا لازم يجوا يزورونا هان، يقعدوا معنا، يلعبوا معنا، يتضامنوا معنا، يسووا فرح معنا، لأنهم بزوروا السجين بزوروش السجال.
يعني يوم التضامن العالمي اللي حدده العالم ليوقف مع الشعب الفلسطيني ويذكر العالم انه في شعب ما زال تحت الاحتلال وما حصل على حقوقه المشروعه اللي ما رح يتنازل عنها، شو بفيدنا كشعب فلسطيني؟ شو بفيد قضيتنا الفلسطينيه؟ طبعا هذا بياكد على حقنا انه احنا اصحاب الارض واصحاب القضيه، ولا بد انه ترجع لاصحابها لو بعد 20 سنه 30 سنه. بدي اقول لك الصليبيين قعدوا 100 سنه، المغول من قبلهم كلهم اندحروا وضل الشعب، واسرائيل راح تندحر، وشفت ليبرمان كيف اندحر ونتنياهو راح يندحر قريبا، والشعب الفلسطيني باقي. وتضامن الامه العربيه والاسلاميه ضروري معنا، ولازم احنا نوعيهم من خلال زي ما قلت التواصل الاجتماعي، اللقاءات، الزيارات المختلفة، لازم نزيد كثافتنا وإحنا كمان نتضامن مع بعضنا قبل ما يتضامن الشعوب معنا. جولتنا ببرنامج شو رأيك يلي كانت عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكيف ممكن نستثمر هذا اليوم، وكيف ممكن نستثمر الأدوات يلي بين إيدينا لنأثر على الرأي العام العالمي لصالح قضيتنا لنوصل لليوم اللي بنحلم فيه وهو يوم الاستقلال. مشاهدينا كالعادة بنذكركم بحسابات التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة، وبالتحديد حساب برنامجنا على سناب شات. ضيفونا وتابعونا لشوفوا قصصكم وآرائكم وكواليس البرنامج. في أمان الله.